الآن حنتجه للتكاليف المتوسطة والحدية، الرسمة الخاصة بالتكاليف المتوسطة والحدية. نرسم الجدول، نشوف كيف بتصير تكملة الجدول، وأفضل نقطة. بسم الله. حجم الإنتاج، التكاليف الثابتة، التكاليف المتغيرة، التكاليف الكلية، متوسط التكاليف الثابتة، متوسط التكاليف المتغيرة، متوسط التكاليف الكلية، والتكاليف الحدية. هم في الحقيقة 10. حجم الإنتاج من 1 لـ10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. يعني ممكن يجيك هنا أكمل الجدول، خد بالك وين أفضل حجم للإنتاج. هنطول بالنا مع بعض شوية على أساس نرسم الجدول، عفوا نكمل الجدول. أنا ما أعني إني أسطر بإيدي، في أيقونات بتسطر طبعا البرنامج، لكن أنا ما أعني أسطر بإيدي. معلش شوية نصبر مع بعض بس. حجم الإنتاج من 1 لـ10. التكاليف الثابتة ثابتة يا جماعة، بغض النظر عن حجم الإنتاج، سواء إنتاجت 1، 2، 3، 4، بغض النظر. كله عندي 20 هنا في السؤال، ممكن أسهل يكون عندك 30 في جداول معينة أو في معطيات معينة. التكاليف المتغيرة عاد بتتغير مع حجم الإنتاج، بزيد حجم الإنتاج المفروض تزيد، ما أصله كل ما بدك تنتج أكثر بدك تكاليف متغيرة أكثر. يعني مثلا واحد عنده مصنع أسمنت، مصنع عفوا بطون، كل ما بدك تصنع حجار اكثر بدك تكاليف، كل ما بدك تصنع اكثر بدك تكاليف متغيره اكثر، اللي هو الحصمه والرمل والسمنت وغيره. هنا ممكن يكون معطى، هنا عاد التكاليف الكلية. التكاليف الكلية هذه مجموع الثابت زائد المتغير، يعني بدي اجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع وهكذا. تمام، يلا نكتب 32، 40، 44، 48، 69، 74، 92، 118، 118، 118، 158، 200. الآن متوسط التكاليف الثابتة، متوسط التكاليف الثابتة.
المتوسط تكاليف الثابت، يعني تكاليف ثابتة تقسيم حجم الإنتاج، هذا تقسيم هذا وهذا تقسيم هذا وهذا تقسيم هذا. أول واحدة هتكون 20 تقسيم 1 20، 20 تقسيم 2 10، 20 تقسيم 3 6.67، وبعدين 5، وبعدين 4، وبعدين 20 تقسيم 6 3.33، 20 تقسيم 7 2.86، 20 تقسيم 8 اللي هو 2.5، 2.22، 2. نفس الشيء الآن هنقول متوسط تكاليف المتغير عبارة عن تكاليف متغير تقسيم حجم الإنتاج، 12 تقسيم 1، 20 تقسيم 2، 24 تقسيم 3، وهكذا. تمام؟ هاي 12 10 8 7 8 9 10 و9 و20 12 35 15 33 8 18. أفضل. متوسط تكاليف الكلية عبارة عن التكاليف الكلية تقسيم حجم الإنتاج، تكاليف الكلية تقسيم حجم الإنتاج، تكاليف الكلية تقسيم حجم الإنتاج، أو بجمع زي ما جمعت تكاليف الكلية عبارة عن المتغيرة زائد الثابتة، بقول متوسط تكاليف الكلية عبارة عن متوسط تكاليف المتغيرة زائد الثابتة، نفس الشيء، هذا زائد هذا، هذا زائد هذا، وهكذا. تمام؟ هاي 32 20 14.67 12 12 12.33 13.14 14.75 17.56 20. لأن التكاليف الحدية عبارة عن هاي شرطة، أول حاجة الحدية شرطة، الحدية عبارة عن التغير في الكلية تقسيم التغير في حجم الإنتاج، يعني هنا كم تغيرت؟ 8، وهنا كم تغيرت؟ 1، يعني 8 تقسيم 1. هنا كم تغيرت؟ 4، من 40 لـ44 4، ومن 2 لـ3 1، 4 تقسيم 1 4. هنا لاحظوا دائما المقام 1، فمعناته حيكون في سؤالنا التكلفة الحدية عبارة عن التغير في الكلية. طبعا هنا حطيت شرطة لأني ما بعرف اللي قبل الـ 32 كم، 32 لـ40 8، من 40 لـ44 4، ومن 44 لـ48 4. طبعا ما باخذ هذه لانه كله هنا بتغير واحد، المقام حيكون واحد، فبالتالي مش حيفرق كثير. تمام؟ للمش واضح حاله هنا 48 لـ60 12، هنا من 60 لـ74 14، ونكمل 18 26 40 42. لو طلب منك الرسمة، الرسمة بسيطة جدا، مش هناخذ الرسمة عن طريق الأرقام. هاي التكلفة الحدية، نظام شجري كده، نظام شجرة، هاي التكلفة الحدية، هاي متوسط التكلفة الثابتة، أظهر الرسمة كده، متوسط التكلفة الثابتة، هذه تقطع هذه كده، متوسط التكلفة المتغيرة، تكلفة الكلية. يعني هذا لو اجاك بس تحفظها حفظ الرسمة، ملاش علاقة بالأرقام، هنا الكمية وهنا التكاليف. الرسمة هذه قلنا ملهاش علاقة بالأرقام هذه. تمام؟ الآن كده تمام.
في رسمة، هذه طبعاً هذه متوسطات التكاليف في الفترة القصيرة، في متوسطات التكاليف في الفترة الطويلة صفحة 77، متوسطات التكاليف في الفترة الطويلة. غالباً هي الرسمة، متوسط تكاليف في الفترة الطويلة، هي الرسمة، من التكاليف من الإنتاج. هاي عندي إنتاج فترة قصيرة اسمها مثلاً 1، إنتاج فترة قصيرة اسمها 2، إنتاج الفترة قصيرة اسمها 3. كل ما دول لو دخلناهم مع بعض بندخلهم في حاوية واحدة عبارة عن الفترة الطويلة، لأن الفترة الطويلة يا جماعة عبارة عن مجموعة من الفترات القصيرة. هاي فترة قصيرة، فترة قصيرة، فترة قصيرة. الفترة الطويلة عبارة عن مجموعة من الفترات القصيرة مسميه لام. يعني أنت عندك بتمر أنت كإنسان فترات قصيرة ما قبل الابتدائي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعي، كله لو جمعناه مع بعض اسمه فترة، فترات قصيرة. لو جمعناهم مع بعض بصير فترة طويلة. الآن أفضل نقطة للإنتاج في الفترة القصيرة 1 اللي هي مثلا ألف، الفترة القصيرة 2 هي باء، الفترة القصيرة 3 اللي هي جيم. وأفضل واحدة لهم على الإطلاق حتكون باء، لأنها أقل التكاليف، أقل التكاليف، أقل التكاليف، تمام. والفترة الطويلة هنا منحنى الفترة الطويلة بيأخذ شكل هلالي.